بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال المؤلف عفى الله عنه: كتاب الضمانة. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: كتاب الضمانة. قال الشارح: ويقال له أيضا الكفالة. وجماعة من أهل العلم يفرق بين الضمانة والكفالة. أما الضمانة أن يتحمل إنسان بذمته عن شخص إذا لم يؤدي أدى عنه، تقول: إن لم يؤدي إلي المال سأتحمل، إن لم يؤدي إليك المال سأتحمله أنا، هذا يسمى ضمان. إن لم يؤدي إليك المثال على صيغة الخطاب، تقول: إن لم يؤدي إليك المال سأتحمله أنا، هذا يسمى ضمانة. والكفالة أن تتكفل بإحضار المديون، كفيل بإحضاره، أو من عليه الحق، أو من ومن حيث الاستعمال صاروا يطلقون على الجميع كفالة وضمانة، على هذا وعلى هذا. ولكن أكثر ما استعمل الضمانة في الذمة، تتحمل المال بذمتك، وأكثر ما يستعمل الكفالة أي في إحضار الشخص. ضمانة وكفالة الآن صار يعني الإطلاق عليها على هذا وهذا، تكفله أو تضمنه يطلق على هذا وهذا، سواء ضمنه أو كفله في الدين أو في إحضاره. لكن أكثر ما كانوا يطلقون الضمانة على تحمل المال بالذمة، إن لم يؤدي إليك سأؤدي المال أنا، هذه ضمانة. والكفالة في إحضار الغريم، ويطلق هذا على هذا وهذا على هذا. والضمانة مشروعة في الكتاب والسنة والإجماع، ودليلها من كتاب الله: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، والزعيم هو الكفيل. ومن السنة في الصحيحين وغيرهما من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه في البخاري، وعن أبي هريرة في مسلم قال: هل عليه دين؟ قالوا: نعم. قال: صلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة: علي دينه يا رسول الله، فصلى عليه. تحملها أبو قتادة، إذن هذه ضمانة. وأيضا حديث أبي أمامة عند أبي داود وغيره، وهو حديث حسن، قال النبي صلى الله عليه وسلم: العارية مؤداة، والزعيم غارم، والدين مقضي. العارية مؤداة يجب أداؤها متى أرادها صاحبها، والزعيم غارم أي ضمين يغرمه، والدين مقضي أي تحمل يغرم، والزعيم غارم أي يضمن. مسألة: حكم من ضمن على حي أو ميت فطولب به. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: يجب على من ضمن على حي أو ميت بتسليم ماله، يجب على من ضمن على حي أو ميت بتسليم مال أن يغرمه عند الطلب. قوله أن يغرمه عند الطلب أي يضمنه عند الطلب عند أن يحل الوقت الذي حددوه، لقوله صلى الله عليه وسلم: والزعيم غارم. ولأن الحق تحول عليه ويجب إرجاع الحقوق إلى أصحابها، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. إذن يكون واجبا عليه سواء ضمن حيا أو ميتا. وعند حصول ضمان صاحب الحق
لا يطالب المديون إلا عند العجز عنه. يقول أنت ضمنته، والناس أيضا على هذا الحال يبدأ يطالب المديون وعند حصول ضمان صاحب الحق لا يطالبون الضامن إلا عند العجز عن المديون. العبارة حصل فيها خطأ، لا يطالبون الضامن، لا يطالب الضامن إلا عند العجز عن المضمون عن المديون. الضامن لا يطالب الضامن إلا عند العجز عن المديون. يقول أنت ضمنته، والناس أيضا على هذا الحال يبدأ يطالب المديون، ولكن لو طالب الضامن مباشرة يجوز، لا بأس، يجوز له. يقول صاحبك الذي استدان مني وضمنته أريد منه المال، على سبيل التوكيل والوساطة، يعني يطالب الضامن على سبيل أنه يخبر صاحبه، ليس على سبيل أنه يغرمه ويلزمه. إذا طالب الضامن على سبيل أنه يطالب صاحبه على سبيل التوكيل والوساطة، فيجوز له أن يطالب المديون والضامن، إلا أن الذي ينبغي هو مطالبة المديون أولا، ثم إذا أبى طالب الضامن. ولو طالب الضامن ابتداء فلا مانع شرعي من ذلك، يصلح شرعيا وشرعي، شرعي على المحل وشرعيا على اللفظ. مسألة إذا كفله على جهة الكفالة فقط بأن يأتي به، فهل له أن يطالب الكفيل بالدين؟ الجواب يطالب بها المديون، ذاك ضمن بإحضار الشخص فقط، الشخص موجود طالبه، وإن لم تقدر عليه فعندك القاضي. إذن هذا الذي يتحمل بذمته لأنه تحمل إحضار البدن، وتسمى كفالة. هذا لا يتحمل بذمته لأنه تحمل إحضار البدن وتسمى الكفالة. من يعيد لنا الفائدة في الفرق بين الضمانة والكفالة عند المتأخرين؟ من سيعيد الفائدة؟ ما الفرق بين الضمانة والكفالة في كتب الفقه؟ أحد رفع يده. عندك يا أبو همام؟ نعم، الكفالة الإحضار البدن الغريم، الضمانة يتحمل بذمته ما عليه من الحق. أحسنت. ويطلق هذا على هذا وهذا على هذا، يطلق كل منهما على الآخر، ولكن هذا هو التفريق بينهم. عند المطالبة هل لك أن تطالب الضامن مباشرة؟ أمن سيجيب؟ عندك أخ محمد؟ على سبيل التوكيل لا على سبيل الإلزام، إلا إذا عجز عن صاحبه فيؤدي. وفي الكفالة هل لك أن تطالب الكفيل بالحق بالمال؟ من سيجيبه؟ أكمل يا أخ محمد. نعم، ليس له أن يطالبه بالحق، وإنما يطالبه بإحضار الغريب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.